طيب نتكلم الآن عن الجزئية الأخيرة في هذا الشابترز والذي يتكلم عن تفاعلات الألكانز، الألكانز رياكشنز. طبعا فقط من باب التذكير، الألكانات هي التي تحتوي على رابطة أحادية، تمام، والصيغة العامة لها على الشكل التالي CN H 2N بلس 2، هذه الصيغة العامة للألكانات. نأخذ أول نوع من أنواع التفاعلات التي تحدث للألكانات والتي تسمى بتفاعلات الاحتراق باللغة الإنجليزية Composition، هذا تفاعل الاحتراق. طبعا تفاعل الاحتراق للألكانات دائما يكون مع الأوتو، تفاعلات الاحتراق في الألكانات دائما تكون مع الأكسجين، تمام. خلينا نكتب مثلا الصيغة العامة لتفاعل الاحتراق في الألكانات. هنقول أول حاجة بسم الله، نكتب الصيغة العامة للألكان CN H 2N بلس 2 يتفاعل مع، قلنا مع غاز الأكسجين دائما، تمام، ينتج لنا على طول دائما ينتج لنا غاز ثاني أكسيد الكربون بلس H2O. على طول إذا شفت في الاختبار أو أي سؤال عندك قال لك إيه هذا التفاعل في الألكانات، شفت عندك ألكان زائدا غاز أكسجين، على طول حتقول إيش هو غاز، هو تفاعل احتراق. وماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه CO2 بلس H2O. طيب إيش رأيكم نقوم بوزن المعادلة هذه؟ تمام، أنا عندي هنا N من الكربون، أنا عندي إيش N من الكربون في المتفاعلات، أروح لإيش؟ أروح للنواتج، يعني معناته إيش؟ أضع هنا N قدام الكربون، كذا وزنت الكربون. تمام، حنشوف الآن مع مسألة واضحة بس هذه رموز. طيب أنا عندي كم هيدروجين عندي؟ 2N بلس 2 على ذرات الهيدروجين، 2N بلس 2 فين في المتفاعلات. طيب أروح في النواتج، أنا عندي هنا إيش؟ الهيدروجين كم؟ ذرتين 2 ناقص إيش؟ عشان يصير 2N بلس 2، إيش رأيكم لو حطيت هنا N زائد 1؟ لو ضربت ال N زائد 1 في الاثنين تبع الهيدروجين حيعطيني 2 N زائد 1، صح؟ طيب الآن باقي إيش؟ أوازن الأكسجين، صح؟ كم أكسجين عندي هنا في النواتج؟ هنا عندي N في 2 يعني إيش؟ 2 N أكسجين. في غيره؟ أيوه في هو N زائد 1 مضروب في 1 يعني N زائد 1 زائدا N زائد 1. طب الآن لو أجمعهم 2 N زائد N يعطيني كم؟ 3 N زائد 1. هذا إيش؟ في النواتج. طب أنا أبغى أجيب إيش؟ أبغى أوزن الأكسجين اللي في إيش؟ في المتفاعلات. أفرض أنه أحط هنا X، فأقول عندي إيش هنا؟ 2 X يساوي 3 N زائد 1، وأبغى أجيب إيش؟ X. أقسم الطرفين على معامل X فيصير عندي الـ X تساوي 3 N زائد 1 على 2، تمام؟ أشيل الـ X هذه وأكتب جنب، وأكتب جنب الأكسجين هنا اللي في المتفاعلات 3 N زائد 1 على 2، كده أنا وزنت إيش؟ وزنت إيش؟ المعادلة، تمام؟ طيب نأخذ مثال عشان نفهم الصورة واتضح إيش؟ الكلام اللي عندنا، بالمثال يتضح لنا إيش؟ المقال، بالمثال يتضح لنا إيش؟ المقال. تعال عندك، تمام؟ خذ هذه المسألة، خذ هذه المسألة. لما أجي أقول لك مثلا C4، هذا مثال على تفاعل الاحتراق C4H10، قلنا تفاعل الاحتراق على طول مع ايش؟ مع الاكسجين، صح؟ ايش ينتج لنا على طول دائما؟ قلنا CO2 زائدا ايش؟ قلنا H2O.
من يوم ما تشوف عندك ألكان يتفاعل مع أكسجين على طول حتقول هذا تفاعل احتراق في ألكانات ينتج لنا إيش؟ CO2 زائدا H2O. طيب أول حاجة خلينا نقوم بوزن إيش المعادلة. نقوم بوزن المعادلة. أنا كم ذرة كربون عندي هنا في المتفاعلات؟ 4 صح؟ كم ذرة كربون عندي في النواتج؟ 1. فأقوم بضرب المعادلة في كم جات الكربون في النواتج في 4. كده وزنت الكربون. أجي الآن للهيدروجين في المتفاعلات. كم ذرة هيدروجين عندي في المتفاعلات؟ 10 صح؟ في النواتج كم عندي؟ 2. فأقوم بضرب الهيدروجين في النواتج في 2. تمام؟ كده أنا صار عندي إيش؟ خلاص الهيدروجين موزون. باقي الأكسجين. خلينا نشوف النواتج عندي. هنا كم أكسجين عندي؟ 4 في 2 كم يصير عندي؟ 8. هنا عندي 5 في 1 يعطيني 5. 8 زائد 5 يعني كم عندي في النواتج أكسجين؟ 13. وأنا عندي هنا إيش؟ لازم أوزنه فأحط هنا إكس. فأقول إيش؟ فبالتالي 2 إكس هذه هي بجيبها تساوي 13 صح؟ إذن الإكس إيش تساوي؟ 13 على 2. أشيل الإكس هذه وأحط الوزن تبع الأكسجين 13 على 2. كده وزنت المعادلة. تمام؟ نأخذ مثال ثاني للتفاعلات الاحتراق. مثلا لو جيت قلت لك أقول لك أكمل لي هذه المعادلة. خلاص أنا بديك مسألة وأقول لك إن هذه المعادلة موزونة خلاص. 2 C2H6 هذا الكان طبعا بلس 7O2. طبعا انت تعرف انه على طول دام تفاعل الكان مع اكسجين حيطلع عندك CO2 زائد ايش؟ H زائد H2O صح؟ طيب هل الان الذرات موزونه في المتفاعلات والنواتج؟ لا لازم نوزنها. طيب انت عندك كم ذره كربون انت عندك هنا في المتفاعلات؟ 2 ضرب 2 4. تروح للنواتج حتضرب هنا في 4. كده انت وزنت الكربون صح. طيب كم عندك ذره هيدروجين؟ 2 في 6 كم؟ 12. انت عندك هنا كم؟ 2 صح. فتقوم بضرب المعادله هنا في النواتج في 6 صح. 6 في 2 ب 12. طيب كم ذرة أكسجين عندك هنا في المتفاعلات؟ 7 ضرب 2 كم؟ 14. كم عندك أنت في النواتج؟ 4 في 2 8 صح؟ 6 في 1 6. فكده الآن صار 14 من النواتج و 14 من المتفاعلات فهذه المعادلة موزونة. برضو في مثال آخر في الكتاب عندكم أعطاك مثلا CH4 زائدا 2O2. حيقول لك إيش؟ أول حاجة هذا التفاعل إيش؟ أول شيء تعرف إنه ألكان لأنه هذا الصيغة هذه ألكان CH4 صح؟ أتفاعل مع أكسجين على طول حيكون هذا التفاعل إيش؟ احتراق. فيطلع لك CO2 زائدا H2O. هل الآن معادلة موزونة؟ تعال نشوف كم كربون عندك أنت هنا؟ 1 1 صح؟ طيب الكربون موزون. تعال للهيدروجين. كم هيدروجين عندك هنا؟ هنا 4. كم هيدروجين عندك في المتفاعلات؟ 4. تعال في النواتج كم عندك هيدروجين هنا؟ 2. فتقوم بضرب الهيدروجين اللي في النواتج في 2. طيب تعال في الأكسجين في المتفاعلات. 2 في 2 عندك الأكسجين موزون هنا 4. إذا تعال تيجي تشوف في النواتج لازم الأكسجين يكون عندك 4 ذرات. 2 في 1 ب 2 صح؟ انت عندك هنا برضو 2 فيطلع عندك الأكسجين بأربعة. هنا 4 كده المعادلة موزونة. هذا أول نوع من أنواع التفاعلات في الكان اللي هو تفاعل احتراق. من يوم ما تشوف تفاعل الكان مع أكسجين حيطلع لك غاز ثاني أكسيد الكربون تمام مع الماء. بس يبقى عليك انك توزن المعادلة.